كل حاجة زي ما كانت بالظبط، عشان كده لا يمكن أتوه عنها. عليك دين لمين هنا بالظبط؟ أنا بقى مديون للراجل ده. إذا كان هو مش فاكره، في حد بينسى شكل واحد لو عنده فلوس؟ عشان إحنا الاتنين شكلنا اتغير زمان لما قتلت أول مرة في حياتي. وردت قتلت مين؟ مراتي وعشيها، دخلت عليهم وهم عريانين، عجنتهم في بعض. وهربت، جيت من الصعيد على هنا، دخلت على الحارة دي في أوضة جنب عشة فراخ، لا معايا فلوس ولا أي حاجة. قدرت أصبر على الأكل يوم ويوم كمان، وفي اليوم التالت ما قدرتش. جيت على المكان اللي احنا قاعدين فيه ده وطلبت فول وطعمية وسلطة وكلت. دفعت ازاي؟ ما دفعتش، فضلت قاعد مكاني لحد القعدة ما طالت عن المعتاد. الراجل جه ولم الاطباق وقال لي مع السلامة، وفضل على كده 5 أيام، وفي كل مرة يقول لي معلش ادفع المرة اللي جاية. لا سألني انت مين ولا زهق مني، وحتى بعد ما اتقبض عليا والمخبرين مجرجريني طلع ورايا واداني ساندويتش. ولا تعرفه ولا يعرفك؟ ولا اعرف اسمه ولا يعرف اسمه، وتلاقيه نسي الحكايه دي كلها. ابقى مديون ولا مش مديون؟ يا حاج الحساب يا راجل يا طيب. مساء الخير، ممكن اشوف السي دي ده قبل ما اطبعه؟ اه ممكن طبعا، اتفضلي. معلش اصل لازم اشوف حاجات تنفع للمحل عندي. عندك محل ايه؟ بشتغل في محل كوفي. اه حلو ده. ايه ده مسكة سفر ولا ايه؟ بتسلى. ايه الحمل ده كله؟ ده جبل سد الطريق وعليه حارس واقف لك، بس هتعديه. شايفه رأي؟ ايه؟ دنيا تانية، زرع، بحر، على شط البحر توابير موزز. لا بجد وانا جاهز. بس خلي بالك، البحر هيتشق على فرسة تاخدك وترمح فيك، مش هتطلع على الدنيا، هتلجمها وتطويها تحت جناحك. حذرك اهي، مش هنسيبك. في حاجه ولا ايه؟ البطاريه فضيت، الفوانيس اتنست متولعه. ما قلتلهاش ليه يا ريس؟ اقسم بالله يا باشا ما انا اللي ركنتها. ما تشغلش نفسك، خلاص هاخد تاكسي والكهربائي بكره يجي يصلحها. اقفل بقى وقف لي تاكسي وقول له اكتوبر. اوي اوي يا استاذ، اتكل على الله يا ريس. اكتوبر ايه دلوقتي؟ تعال انا اوصلك. ما تشغلش نفسك، اهو الدنيا زحمه كاننا في عز الظهر. تعال. سرحان في ايه؟ بدور على سكه امشي فيها. كل الطرق والكباري دي مش لاقي سكه تمشي فيها؟ خلاص، طب ما تجرب تعوم ولا تطير. انت ساكن فين؟ في جنب مالكيش ولا ايه؟ تحت الجبل عند الحارس اللي واقف. بطل دلع بقى، بجد ساكن فين؟ يعني كل فتره كده بغير لوكاندا.
يبقى محدش مستنيك. انا ممكن اعزمك عندي ليله ولا ليلتين، يعني على اعتبار انك اخويا. الصراحه نفسي بات في حضن واد موز، عينه منوره كده زيك. انت بنت حكايه. ولا حكايه ولا حاجه، حته بنت كوافير ما تحبش الملوعه. يمكن عمرها ما حبت، بس استلطفتك موت. قبل ولا لا؟ بالراحه عليا، واحده واحده. تاخدنا على فين؟ خلاص وصلنا الفيلا اهي. دي فيلتك؟ وفيها جنينه. لا بجد؟ او النعمه. تعال. ايه في ايه؟ مالك؟ دي فيلة بنت الكوافيرة ما بتحبش الملوعة. هتصدق اللي هقوله؟ ليه لا؟ الفيلا دي مكسبي من عرق جبيني في سيزون صيف. الصيف اصل موسم، باب رزق اللي زيي، خروجات وسهرات وكافيهات، مولات فاتحة لحد الصبح، والناس قومه فوق بعضها. بهلك بهلك الصبح في الكوافير وبالليل بصر. بس من قيمة سنة ولا سنتين كده خطفت رجلي وقعدت في كافيتيريا لوكاندا 5 نجوم. قلت يمكن السنارة تغمس وتشبك بزبون مليان. زبون؟ هو انتي بتطلعي معاه فوق؟ لا طبعا، الكلام ده قبل 11 سبتمبر. دلوقتي بتوقعنا لوكاندات اكتر من زباينها. المهم قابلت جدع خليجي عسل، جابني على هنا. كانت ليلة زي ألف ليلة وليلة. انبسط ولا لمس؟ كان معاه 3 محمول، واحد يسكت التاني يرن. قلت له ما تقفل التلات قرود دول بقى، خلينا نخلص. قال لي ما بيصير، لغاية ما تليفون منهم رن، وكانت هي الرنة. رد يا هلا يا أبو عبد الله وعلى اللي صاب. قام يرقص ويتنطط ويقول لي والله وجهك وجه الخير، والله وجهك وجه الخير. اتعين وزير في بلده واداني الفيلا دي هديه. عشان وجهك وجه الخير. عقبالك. عقبالي ليه؟ عايزين نلاقي واحد زيه ولا ايه؟ مش قصدي، قصدي حد يديك هديه. بس انا بقى ما سكتش، خليته يسجلها لي باسمي، كلم المحامي بتاعه ونفذ كل اللي اتفقنا عليه بالحرف. انت اسمك ايه؟ فرحه. وانت اسمك ايه ما قلتليش؟ عادل. عندي خال اسمه عادل. لا والله. أهلك فين يا فرحة؟ لزوم وإنك ده. أنا سألتك عن أهلك عشان تسألني عن أهلي؟ أنت لأهلك فين؟ أهلاً يا عادل. إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا عم يوسف؟ أنت كويس؟ أيوه أيوه. كتر خيرك. طيب أسيبك تستريح. مع السلامة. مع السلامة. اوعى اكون بتكلم ست اذبحك. اسف. عايز اسألك حاجة قبل ما تمشي. الفيلا اللي مش عاجباك ولا انا؟ الفيلا عظمة. وانتي فرصة. أمال إيه؟ مالك؟ أنا اللي خربان. بعد الشر عليك. عمري ما طلبتها من حد. خليك معايا الليلة دي زي الإخوات. نفسي أصحى الصبح ألاقيك في وشي، نحضر كوبايتين شاي وأخرج وراك بصينية الفطار، وإحنا بنضحك على العيش اللي اتحرق من كتر الكلام والرغي.
أنا منهم. ليه؟ من قلة السراير في البيت؟ هنام هنا. وماله؟ براحتك. نام هنا. المسيح اختاره واسكنه ملكوته في الامجاد السماويه. لسه ودعوا للمجد. شد حيلك مش كده يا حبيبي؟ لسه شويه. ها انا بس بحب ارتب اموري. ما انت عارف الموت ما بيستناش حد. طب امتى؟ قصدي تمام تمام. تحب تشوف الصندوق ولا نعمل لك حاجه مخصوص؟ انا عايز اغلى صندوق عندك، بس عايز اعرف حاله العربيات بتاعتكم دي ايه. ناحيه ايه ولا مؤاخذه؟ انت عايز عربيه عافيه؟ العربيه دي تسافر لمكان بعيد ولا نفسها مقطوع؟ احنا عربياتنا تروح حلايب. ماشي يبقى نخش على الصناديق. الشغل ده مش هتلاقي زيه في اي حته تانيه. ايه رايك؟ ده نوع ايه الخشب ده؟ ارو طبعا، والحرف مطلي دهب. لا حلو حلو. اسمك كريم ايه؟ خادم الرب جرجس بشاي مات تقريوس. فل عم جرجس. انا عاوز الكبير اللي هنا فهمني الاجراءات ايه، عشان انا عايز كل حاجه تتفصل على مزاجي. في المنطقه دي انا الكبير وده شغلي، وبأمر الرب وصلت ألوف ودعتهم للمجد. عظيم يا عم جرجس. قول لي بقى. قول لي أنت الأول، تسمك إيه وتبع أنهي كنيسة؟ أنا تبع سيدنا محمد. نعم بيتهزر حضرتك؟ إحنا ناقصين. يا سبحان الله، فيها حاجة لما واحد مسلم يدفن قبطي؟ ما هو ده اللي أنتوا عاوزينه. خلاص يا عم ما تزعلش قوي كده وعكسها. أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا عايز أعمل معاك اتفاق، واتفاق هيعجبك قوي. وزي ما انت كبير في منطقتك انا كبير في شغلانتي. قلت ايه؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ ما تلخص يا عم جرجس. انت محسسني انك راح تعمل جريمه قتل مش توصل واحد لربنا. بيني وبينك المتنيح صاحبك ده مكيفني على الاخر. راجل مزاجه عالي عالي عالي. برضه الدفن على البحر متعه تانيه. بقولك ايه؟ من شكلك كده والنمره، وانا مش فضيلك. يا جدع انت خلقك ضيق كده ليه؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر. من الاخر انا بنفذ طلب اخير لواحد بيموت، والدنيا اكدت لي ان اي حاجه ممكن تحصل. ازاي؟ ما كنتش اعرف ان ممكن احب واحد معرفوش، واقبل بعرض غريب واجي هنا وقابل جنابك.
ما قابلتش يا جرجس. اكيد في غيرك يا ابري. صحيح. هو انا طول عمري كان نفسي اعيش جوه حدوته تشقلب لي دنيتي، بس ما جاش على بالي انها هتيجي اوام كده. اوام كده؟ خليك هنا، اركن هنا عم جرجس طول عمرك. سلام يا استاذ. يا استاذ ما قلتليش هشوفك فين وامتى؟ تعرف المهندسين؟ مش كله. ما خطرش على بالك يا استاذ يوسف ان انا ممكن اخد الفلوس وما وفيش بالوعد؟ بس انت اللي هتتعب. انت قدامك حياه وانا قدامي اخره، لكن ليه تعيش بالندم؟ انت ندمان؟ انا قاتل وانت كمان هتقتل، ولا انت فاهم ان السحراوي هيشغلك عنده علاقات عامه؟ وبيشتغل ايه السحراوي بالظبط؟ هو كان ضابط مباحث، ولما ترك المباحث اشتغل في البيزنس، وفي البيزنس كان عايز يخلص من بعض الناس. قتلت تاني بعد أول مرة؟ أول مرة أنا ما حسبتهاش لأني ما كنتش في حالة طبيعية. المصيبة لما تقتل وأنت في حالتك الطبيعية، عشان كده اوعى تقتل. ممكن تقتل في حالة واحدة بس، تقتل اللي جاي لك يقتلك، عشان لو أنت ما قتلتوش ممكن هو يقتلك. السحراوي يوصل لك ازاي؟ انه يعرف عني حاجه زي اللي يعرفها عنك. يعرف اني انا مقتول مقتول، لان اهل مراتي واهل عشيقها عايزين يقتلوني. يقتلوك ليه اذا كان انت بتدافع عن شرفك وشرفهم؟ لو كان الكلام ده جايز بالنسبه لاهل مراتي، لكن بالنسبة لأهل العشيق تنساهم ليه؟ أما تبقى مطارد ومحتاج اللي يحميك، السحراوي هو اللي عنده الحماية دي، هو اللي يقدر يوفرها، وتحت إيده ملفات وسخة ملهاش حصر. نفس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدمة توصيل الطلبات للمنازل. إيه انت جاي تاخد فلوس ولا جاي تقتلني؟ اقعد يا استاذ يوسف. انا احب اموت وانا واقف. امرك، بس هات الفلوس. ما تبقاش هبل. لو تعذبني علشان اقول لك على مكان الفلوس، اي عذاب مش ممكن يكون اشد من عذاب السرطان. أما الموت فهو الموت. شوف شغلك وبلغ السحراوي إني أنا حقتله وأنا في قبري. أنا مش مصطجي. Thank you.
يا استاذ. ازيك يا جرجس؟ عامل ايه؟ تشرب ايه الاول؟ زي ده؟ زي ده بس. واحد ميك شيك تاني زي ده. لا ازاي؟ الف هنا. طيب بعد ما تاخد واجبك نروح مشوار نجيب الفلوس. فلوس؟ انا مش عايز فلوس. مش فاهم. طب ندوق البتاع ده الشيك قوي دوت الاول وبعدين نتكلم. نتكلم في ايه؟ شوف حد غيري. انت مكسكس ولا يا عم جالكس؟ احنا بينا اتفاق، بقيت فلوسك هتوصل لك. انا خايف وخايف عليك انت كمان. انا مش عاوز فلوسك، انا بدور على صاحب المسيح الحي. ما تزعل مني. ماشي يا جرس، انا ادور على حد غيرك، لكن اذا امر الله نفس ما كنتش لقيت حد غيرك انت اللي هتنفذ الاتفاق اللي بيننا يا جرس. انا وعدته مش هسيبه دقيقه بعد ما يموت، مش هخلي جثته تعفن عشان حضرتك خايف. بتكلم مين؟ مالك؟ مرعوب من ايه؟ بطمن عليه. لو تمام هدور على حد غيرك. سيبك انا بقى تطمن عليه. الراجل ده باين عليه مقتول. هو مش باين عليه، هو فعلا مقتول، بس مش انا اللي قتلته. احنا حلوين مع بعض قوي لغايه كده جرجس. احنا هنفضل حلوين مع بعض. انا عاوزك تثق فيا. يبقى افهم الحكايه الاول وبعديها انا حر، يا كمل يا ما كملش. أيوة. مسافة السكة بقى عندك ساعتين تخلص العربية والصندوق، أكون خلصت مشواري. مشواري دلوقتي؟ مشوار مهم يا جرجس، ما ينفعش تأجل. خير يا أستاذ؟ أمر الله حصل يا حسونة. أستاذ يوسف تعيش أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سكر على التلفزيون ده. عاوزك تجهز الرجالة اللي معاك عشان هندفنوا في البلد اللي دي. إن شاء الله. هنتقابل كمان ساعتين يا جرجس. تروح فين يا جرجس؟ خد تاكسي يا جرجس. عادل الغامر يا باشا. مساء الخير يا باشا. مبروك نجحت في الامتحان. انت
الامتحان ايه؟ أنا اديتك فلوس كتير وسرقتها سهلة جدا، لكن أنت نفذت المطلوب منك بالظبط. ده راجل مريض يا باشا، محتاج لكل جنيه. قصدك راجل ميت. الفلوس دي كانت امتحان ليك، واللي ما يسرقش ميت عمره ما يسرق حي. لو كنت سرقته أبقى بخون سعادتك. هتكون خيري خلف لخيري سلف. نتكلم بقى في الشغل. يوسف توفيق كان كوميسيونجي أهم ثلاث محافظات في الصعيد، أسوان وقينا وسوهاج. كل مهمتك إنك هتسلم طرد كبير وتستلم بدل منه طرد صغير. لمين وفين إزاي كل عملية ولها تفاصيلها. هنبتدي الشغل أنت باشا. أنت دايماً على تليفون. المهم لما أقولك تعالى أليك قدامي. تبرق نفسك وصار لك سارة حلوة. مبروك عليك وعلينا. هو المرحوم كان قبطي؟ ايوه كانت، بس ما كانش باين عليه. الصندوق ده فاضي؟ مليان يا باشا. مليان بيه ان شاء الله. متنيح يوسف توفيق. بطاقتك. انت ايه علاقتك بمتنيح؟ كان رئيسي في الشغل. جرجس بشاي نتار يأوس، موظف في جمعية القديسة دميان. أنا مش مطمن. افتحوا الصندوق يا باشا. الميت ليه حرمته؟ معاكوا تصريح دفن. تصريح الدفن وشهادة الوفاة وكل ورق معايا يا باشا. من الآخر افتحوا الصندوق. لو الصندوق فيه ميت هقول لكم مع السلامة. أما بقى لو فيه مخدرات ولا متفجرات هتبقى الليلة الكبيرة بتاعتنا كلنا. هو يعني عشان المتنيح قبطي؟ هم أموات القبط دول إيه؟ مش أبناء الرب؟ يعني لو كان المرحوم دلوقتي من أبناء المسلمين مش كان زمان سعادتك بتقرأ عليه الفتح؟ أنت وكل السادة الأمناء؟ أنا قبت زيك يا سي جرجس، وهشوف الجثة يعني هشوف الجثة. افتح الصندوق.
عمليه دفاعيه الشرطه مصر، لكن الدرجه دي اتكل على نفسه. الدولة عادل لما بتشغل حد في وظيفة مهمة وخطيرة وحساسة بتعمل عنه تحريات دقيقة جدا عشان تضمن ولاءه الكامل. مفهوم سعادتك. أنا أعرف أبوك وأمك عشان كده اخترتك. طبيعتك مناسبة لشغلنا، يعني مستقبلك معايا. من حسن حظي يا باشا. ما تحاولش تعرف أي حاجة أنا مش عاوزك تعرفها. تمام يا باشا. احنا لينا شغل مهم وخطير في الصعيد، ولينا رجالتنا هناك. العملات الأجنبية الموجودة هناك مصدرها السياحة وتحولات الصعيدة اللي في الخارج. شوية منها بتروح البنوك، لكن بقية الحصيلة بتكون عندي أنا اللي بشتريها. عاوز تعرف بشتريها ليه؟ إذا حبيت حضرتك نعرف. لا كفاية عليك كده. أول عملية ليك هتبتدي من أسيوط وتنتهي في أسوان. دي أوراق جايز تلزمك، كارنيه إنك شغال في شركة السياحة، رخصة العربية، جواب المهمة اللي أنت طالعها. مفروض إنك هتسلم العربية لفرع الشركة في أسوان. واضح؟ واضح. أول ما توصل أسيوط هتبتدي شغلك، هتسلم لفة فلوس مصري وتستلم لفة أو علبة دولارات. هتسلم مقفول وتستلم مقفول. قبل ما تدخل أسيوط وعلى الطريق هتلاقي يافطة أسيوط ترحب بكم. في الميعاد المحدد هتلاقي اللي بيرحب بيك. سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، نفس الحكاية عند اليافطة. حاجة واحدة بس اللي هتتغير، كلمة السر. وفي أسوان هتاخد تعليمات ترجع إزاي. واضح؟ في إيه؟ كان لازم أشوفك قبل ما أسافر. أسافر ليه؟ أنا معايا 3 مليون جنيه ولازم أهرب بيهم. تهرب فين؟ الدنيا ضيقة وأنت عريان بالفلوس دي. الدنيا واسعة. إزيك تاني ما تتكلمي؟ أتكلم أقول إيه؟ عايز تهرب من مين؟ أنت مش قده. بص إيدك رجع له فلوس وبعد كده أعمل اللي أنت عايزه. كلمي على مين؟ اللي انت اخدت منه 3 مليون واللي رماني في سكتك عشان احوط عليك وتبقى تحت عيني. تشتغلي مع السحرية؟ ناوي تشتغل مع ابن الكلب ده؟ والعربية اللي باظت والبطارية اللي فادية والفيلا بتاعت الواد الخليجي والحب كلهم عارفين ولا تلاتة حمار؟ تستعميني؟ انت شهر بلاش. ما تنساش ان الكلب ده انت كمان بتشتغل معاه، ولو بمثل ما كنتش قلتلك وكنت بلغته ان انا جاي قبلك. ما فكرتش ان انا ممكن اخاف زي ما انت خايف ومرعوب؟ ما فكرتش ان انا ممكن اسلمك ليه؟ ما تسلميني. اسلمك؟ يبقى انت مش عارف انت عملت فيا ايه. لو عليا انا ما عنديش حاجه خاف عليها غيرك. لما شفتك قلت يا بنت بقى لي ظهري وسرم، ودعيت ربنا يكتب لي الشفا على ايدك. عايز تهرب؟ وما تقوليش انت رايح فين. يلا الله يلا قبل ما يصحوا يجيبوك. عادل، انا وانت في مركب واحد. عايزين نفتح محفظة جديدة خالد. بكام المرة دي؟ 3 مليون. حلوة الزقة دي يا أستاذ عادل. حضرتك محدد هتشتري أسهم قد إيه؟ الحقيقة لسه حتى ما اخترتش الشركات.
طب بص، احنا هنمضي اوردرات على بياض عشان نأمن بيهم، وبعد كده الشركة تشتري لك على مهلها. ما عنديش وقت، لازم اسافر اسكندرية كده فترة. انا عايز اخلص الحدوتة دي كلها دلوقتي واخد معايا العقد بتاعي. اوكي، هات الفلوس واديني نص ساعة. تمام يا باشا. المندوب بتاع سعادتك ما وصلش، مفيش ولا عربية عدت بالمواصفات اللي معانا، احنا متابعين الطريق من اول النهار. نفذت وعد اليوسف التوفيق وخدت فلوسك، حقي وزياده شويه. على فكره انا طيرت كمان 10 دقايق. انت هتموت، مش هيكون لك شهاده وفاه. انت اذا اعترت عليا مهما كنت بعيد، انت تحت ايدي. انا عمري ما خسرت قضيه ولا حد هرب مني. ما بلاش بقى الكلام الخايب ده، انت عشت عمرك في المباحث كلها تعمل ملفات للناس، ولما سبت قعدت تفتش فيها. حظك الوسخ ان انا لقيت ملفك. انت عارف ان ماليش حاجه في مصر غير ماضي وسخ مش عاوز اعرفه. ابويا وامي وراحوا، فلوسك هتعمل مني بني ادم جديد. الاغبياء دايما طايرين بنفسهم. ده النوع بتاعك، بس انا فرحان انك حاسس بالفشل. هنشوف مين فينا الفاشل يا ابن سوسن. انا معرفش انت فين دلوقتي، بس لو جمدت مرايه بص فيها تعرف مين فينا اللي فشل. من ساعة ما طلبته يجي لك يا باشا ما شفتش وشه، وانا نفذت اللي طلبته مني. ما ودعكيش قبل ما يسافر ولا اعرف انه سافر. ضربتها ليه يا عرنوس؟ عشان وقعت في غرامه وكشفت نفسها قدامه، واكيد عرف انها عين عليه. ظلمتها يا عرنوس، ظلمتها. اذا كان ضحك علينا وخدعنا هلومها على ايه؟ ما تزعليش، ما تزعليش. الفلوس هنا في مصر، حتى لو كان مين ما عديش المطار بتلاتة مليون. هيرجع اول ما فلوس تخلص، هيرجع، ولما يرجع هنعمله استقبال ما يحلمش بيه. حتى لو استخبى في خن هجيبه، لازم اعلمه ان الحي ما يقدرش يهرب مني الا بالموت. Thank you.
زيان الوكل. زيان صوفيا. صوفيا المرة اللي اتحميت فيها بقى في حياتك اتدبحت، والفلوس اللي انت سرقتها قدامها، وقريب انت كمان هتبقى في حضن يا ابني سوسن. ايه ده؟ انت عايز مني ايه؟ اه! اه! وصل مصر يا باشا. شكرا سيادة العميد. عشتك يا قوي. انت كده بتلعب لعبه الموت زي اللي بيلعبوها في الموالد. الدنيا من غير لعب ملهاش لا طعم ولا ريحه يا عم جرجس. كان ليك عدو هتخلص منه هتهرب منه، وانا هربت وطلني ما عنديش غير ان انا اخلص منه. وما قدرتش يبقى هو اللي هيخلص مني، بس ابقى ارتحت وضمنت ان هو مش هيطلني بعد كده. السيد المسيح قال احبوا اعدائكم. كلام السيد المسيح على عيني وعلى راسي، بس احنا مش في زمن السيد المسيح. السحراوي ده راجل مريض دماغه شر، استغل ضعفي وضعفه كيلعب بينا العاب وسخه. راجل زي ده لا يمكن يتحب. لما الاعداء اللي سيدنا كان يقصدهم هم الناس اللي بنختلف معاهم، وبعد ما نتفاهم نصطلح نبقى حبايب. لما الاعداء اللي هم تلامذه الشيطان لا يمكن نحبهم. ولا ايه يا عم جرجس؟ انت خايف من السحراوي؟ البوليس، حكومة، يقبضوا علينا يعني. ما انت خايف من ايه؟ خايف يقولوا جايبك هنا عشان انصرك. وجايز يقولوا ان انا اللي عايز اخليك تسلم. مش هتقدر. بس انا ليا شرط. احنا كنا حلوين ولسه حلوين. خش. انا معاك في كل حاجة خطوة بخطوة. شريك يعني. انت؟ ايه مش مالي عينك؟ لا مالي عيني طبعا. بس انا داخل على عركه كبيره، ياتي اللي مقتول وانت مالكش ذنب. ويوم ما دفننا القتيل سوا كان ليا ذنب؟ جرجس انت واد طيب طول عمرك ماشي جنب الحيط، مش عايز اورطك معايا. هدي مصيبتي. انا كرهت نفسي عشان طيب. عشت عمري كله اصلي وارسم الصليب على صدري واشيل في اموات ومثل اني حزين عليهم. بلاها بقى الشغلانه دي. اقولك على حاجه، المسيح لو ما كانش اتصلب يمكن الناس ما كانتش امنت بيه. الكلام ده تقول للقسيس بتاعك، لكن انا ماليش دعوه. اعتبر الراي عبيط، لكن هي دي شروطي. يا شريك يا لا. انا مش عايز مساعده منك. لكن انا عاوز مساعده منك. انا بساعد نفسي. افهم بقى. صعب يا جرجس. لو مش موافق يبقى مع السلامه، شوف لك حد غيري. واذا كان ماليش حد غيرك يبقى ترضى باللي كتبه لنا الرب. رضيت. وتعمل بوصيه سيدنا يسوع اللي هي كونوا في وداعه الحمام
رجعني ام الفيلا دي تاني ليه؟ سايبني عندي طول الطريق وما فتحتش بقك ولا كلمه، انت جايبني هنا تاني ليه؟ جايبك عشان الغرام. الواد بتاعك راجع من السفر. الواد ده انا معرفوش، مش ده الراجل بتاعك وانا شغاله حسب اوامركم؟ والباشا امر انك ترجع الفيلا تاني، يمكن الشوق يحلفوا عليكي. اهبل هو عشان يرجع، اهبل. ربنا بيسلط ابدان على ابدان وانتوا كلكم لك كلب في بعض. انت يا بنت بتتكيف لما بتتضرب ولا ايه؟ اقسم بالله يا عروس لما اديت ايدك عليا تاني لا ادخل فيك السجن. اسمع يا صفوان، مش عايز اكرر الكلام اللي قلته قبل كده، عينكم ما تغيبش ثانيه واحده عن المر. انتوا معاكم اليمامه ملكه، ولازم تتامن تامين ملكه. المهر هترجع، واذا كنت ساعتك خايف لا تخرج بره مصر فده مش ممكن يحصل. يا باشا احنا نفديها بروحنا. اجيب دكتور لسعادتك؟ ايوه يا باشا انا بطمن عليك. تمام؟ طلباتك. اعرف اسم امك ونصفي اللي بينا، عشان كل واحد فينا ياخد حقه. هاي فلوس تحت امرك وليك الامان. مش عاوز تقول ها؟ انا كده كده محمي باليمامي، وعاوز اطمنك ان انا حاجز لها جناح في فندق 5 نجوم، مستعد اقابلك في اي وقت واي مكان انت تختاره. الليله عندي في القصر واليمامه تكون معك. الصبر يا باشا صبر. اخرج من عندك سليم ومعايا حقي. تلاقي اليمامة قدامك. سلام. فاضل الإجابة على أسئلة. بتستجوبني؟ ده شرطي. اعرف انت واقف قدام مين. انا ادفنك هنا. ليه قتلت يوسف توفيق؟ يوسف توفيق كان اغلى واهم راجل عندي، ما قصرتش معاه، سفرت اوروبا وانا عارف اني مفيش فايده، وهو برضو كان عارف كده، عشان كده اضطريت اني اعذبه. انت اللي قتلته؟ طبعا لا. وصوفيا؟ قتلها كان مجاملة مش في محلها. بتجاملوا بعض بأرواح الناس؟ حياة المهرة قصاد قتل يوسف توفيق. عادل، توصل المهرة وسلمك رقبة القاتل. اخد حقه الأول، تلاقي المهرة على بابك. يوسف توفيق. السؤال التاني،
ازاي العسكري بقى مجرم؟ انا مش مجرم يا ابني، انا مش مجرم، انا بشغل عقلي، عقلي اللي كان بيفكر. من رتبة الملازم لغاية رتبة اللواء، العسكري خلاص خلصت مهمته. انا رفضت ابقى زيك، اسلم نفسي، اعطل عقلي، اشتغل لصالح غيري. ليه عايز تعمل مني مجرم؟ انا كنت عايش راضي بحالي انا وامي في حض بعض لغاية لما واحد زيي خلاها تنتحر. يا حبيبي يا حبيبي، دور الفارس اللي انت بتلعبه ده بيجي من حتة تانية، من حضن تاني. دي فلسفة وسخة، انت اللي مزيف، مجرم عامل فيها فارس. انت عايزنا نصدقك عشان انت تصدق. من الاخر يا باشا، خوف فرحة، دم يوسف توفيق وصوفيا ورعب امي هم اللي خلونا نرجع لك هنا تاني، بس ليك انت دلوقتي اللي في حضني. بقتلك؟ لابس دبل بقى. لا لا ما عايز ابيت في جنينة وازفكم بعربيتي بالمرة. لا جرجس، انا مش عايز اشوف عربيتك دي تاني، عايزين ننبسط. ننبسط يا جرجس. طالما هننبسط بقى يبقى اطلب لي اتنين من بتاع الشيك اللي ما شفتوش المرة اللي فاتت. ومالك اتنين ملك شيك يا ابني؟ خليهم تلاتة.